في قلب البادية وبعيداً عن الضجيج، ما زال جيش أسود الشرقية يعمل على تطويق داعش في البادية السورية والحماد الشامي، حيث تمكنت قوات أسود الشرقية أبرز فصائل الجبهة الجنوبية العاملة هناك من السيطرة على قرية العليانية في بادية تدمر وطرد داعش الذي سيطر على القرية منذ عامين وهجر الأهالي هناك، حيث يقيمون اليوم في مخيم الرقبان على الحدود السورية الأردنية. يعني نحن جيش أسود الشرقية قمنا بتحرير منطقة العليانية في البادية السورية ضمن معركة سرج نجياد لتطهير الحماد. يبلغ عدد سكان العليانية حوالي 2000 نسمة، لكنها تعتبر أحد المواقع الاستراتيجية الهامة كونها تربط بين ريف حمص وبادية حماة وبادية دير الزور وريف دمشق ومعبر التنف الذي يفضي إلى العراق. ضمن عمليات المرحلة الثالثة من معركة سرجنا الجياد لتطهير الحماد والتي يقودها الجيش الحر ضد التنظيم الإرهابي، وبعد السيطرة على العليانية في تدمر تزداد رقعة الأراضي المحررة من تنظيم داعش، مما يساهم أكثر في تضييق المساحات التي يسيطر عليها التنظيم والذي فر شرقاً باتجاه قرية الهلبة وغرباً إلى المحسة. يعزز الحر تواجده في المناطق التي كانت تشكل خطوط إمداد للتنظيم ويعمل على إعادة الاستقرار لها استعداداً لعودة الأهالي لبيوتهم بعد استكمال العمليات العسكرية في المنطقة.